سلام. يا سلام. علشان نختم فيه، ترك تقدر تكافئ ابنائك؟ لبيه. تستطيع تكافئ ابنائك؟ ايه. تجيبهم وتقول تعالوا ايش رايكم؟ انتم لكم مكافأة 200 ريال. تمام. يا سلام. مثلا على اي شيء، سواء تفوق او شيء من الامور، ايش رايكم؟ سلام. نوزعها. اغرس هذه في ابنائك. يعني انت الان عندك 200 ريال، قلت ايش رايكم؟ يلا اختاروا تحفيظ، وقف، سقيا، زي كذا. انت تنميها بعيالك، ترى عيالك بكره بيسوونها، ترى هي الباقيه لهم. بدل ما نتعشى العشاء الفلاني نوفره ونسوي كذا ونحط الباقي في الوقف، وهذا وقف لكم انتم. نعم. وعندي قصه مثل هذه. احد الاشخاص كانت فاتوره الكهرب عنده مرتفعه جدا، جاء لاولاده وقالوا ايش رايكم نسوي ترشيد؟ نسوي ترشيد والفرق في الفاتوره تراه لكم. شلون يا ابوي؟ قال اذا طلعت الفاتوره من 700 الى 500 لكم 300 ريال كل واحد، 100 ريال. قالوا شلون نسترجع؟ قال بدل ما تولعون اللمبات الدور اللي فوق والدور اللي تحت السور وهذه، خلاص بداوا الاولاد يطفون الكهرب. وحتى الى انهم وصلوا الى الثلاجات، الغوا ثلاجه وحطوا اغراضهم في الثلاجه الثانيه. يقول الاب، يقول كنت انا منسدح في الغرفه واللمبه طافيه واسترخي، دخلوا الاولاد ودخل واحد من الاولاد ويفتح الدرج ويبحث. اسمع، قلت شو تسوي؟ من انت؟ قال انا فلان. قلت شو تسوي؟ قال ادور قلم. طيب ولع اللمبه. قال لا يا ابوي، عشان نوفر الكهرب. فالشهر اللي بعده جت الفاتوره 500، الشهر اللي بعده جت وصلت 300، وال300 في اليومين هذه يعني. فاذا دربت اولادك على المحافظه وعلى التوفير، ولان لهم المردود لا بد لهم كذلك المردود، مثل ما تكلمت يا ابو فيصل، الى انك اذا قلت لهم والله اعشيكم اليوم ب 200 ريال في المطعم الفلاني، ولا بجيب لكم من المطعم الفلاني، ولا من المكان الفلاني، لكن وش رايكم؟ فول وخبز، ولا فطاير سندويشات في البيت، والباقي هذا اتبرع به لكم، او اعطيكم اياه تشترون باللي تبون، اللي بيشري سكوتر، صحيح. واللي بيشري سيكل، واللي بيشري بعض الالعاب الالكترونيه، لا احب ان اتكلم عنها، ولكن السيكل عندي افضل والسكوتر افضل من الالعاب الالكترونيه. صراحة اليوم الحلقة جدا فيها تميز من ناحية